مقشع كويس كسل ام الكسل. هو انا ادري انه تاخرنا في مراجعه ذا لاست اوف اس، بس انه يعني صارت اشياء كثيره الفتره الاخيره، لكن الحمد لله هذه المراجعه موجوده وان شاء الله انها تعجبكم، ف تابعوها. السلام عليكم. استوديو نوتي دوغ معروف انه من افضل الاستديوهات الموجوده عند سوني، وخلال يعني كل جيل نزلت بلاي ستيشن شفنا لعبة جبارة يقدمونها وسلسلة جبارة يقدمونها. على بلاي ستيشن 1 شفنا سلسلة كراش بانديكوت، على بلاي ستيشن 2 شفنا سلسلة جاك اند داكستر، وهذا الجيل شفنا سلسلة انشارتد وختموها بلعبة ذا لاست اوف اس. قصة اللعبة مختصرها يعني بدون سبويلرات هو انه العالم انتشر فيه وباء وشفنا الناس تحولوا صاروا زومبيز. مو زومبيز. ليه؟ انا اقول لك مو زومبيز. هم زومبي الحين نشوفهم يجون ياكلون تقارير قالت فطريات وشغل مو زومبي. فطريات مين؟ هم يجون ياكلون مو زومبي يا احمد يا احمد مو وين تكبلز؟ وين اخر حلقه تكبلز؟ فصاروا بشر عايشين زي ما تقولون بغيت اقول مستنقعات، مستعمرات مقفلين على نفسهم بحيث انهم يحمون نفسهم من الوباء انه يوصلهم او حتى المتحولين هم يوصلوا لهم، وصار في حتى حروب بين البشر نفسهم. هنا تجي شخصيات اللعبه اللي هي جول والبنت اللي معه الي. ففكره اللعبه تعطيك تجربه سينمائيه في هذا العالم الشرير، ان هذه الشخصيتين كيف يحاولون انهم يعيشون، ويعني العلاقه اللي بينهم يعني الرجال الكبير والبنت الصغيره هذه كيف انه يخاف عليها. خلينا نتكلم شوي عن اسلوب اللعب. اللعبه طبعا تاتي بمنظور الشخص الثالث. الشخصيه الرئيسيه اللي هي جول هي راح تتحكم فيها فعليا، اللي راح تمشي وتساعدك. انت تمشي راح تجمع بعض الادوات اللي تحصلها موجوده، بحيث انك هذه الادوات تجمعها تقدر تصنع منها ادوات ثانيه. تحصل مثلا مقص ولصق وماني عارف ايش، حلو لصق. فتقدر تصنع منها، في اشياء تقدر تصنع منها علاجات، تقدر تسوي قنابل، تقدر تجيب عصا وتركب فيه مسامير واشياء زي كذا. كمان راح تحصل حبوب طالع كانها بنادول كذا، تاخذها وتزود من قدراتك وتحسنها من ناحيه الصحه حتى من ناحيه السمع. السمع وش الفكره فيه؟ انه وش انت الان مثل ما قلنا ما في ذخيره كفايه، فانت تصير مثلا لما تمشي تتقدم في اللعبه الاعداء راح يجونك في اماكن معينه بكميات كبيره في بعض الاماكن، فتحتاج انك تسمع بحيث انك تعرفهم وين بالضبط. الحلو في الموضوع واللي يعني يزيد من واقعيه اللعبه ان انت لما تسمع مو مثل بعض الالعاب، يعني بعض الالعاب تقدر انت تضغط زر معين بحيث انك تشوف الاعداء وينهم مثل باتمان او اساسنز كريد. هنا لا، انت فقط راح تسمع الاعداء اللي يمشون او عموما قاعد يصدر صوت، حتى لو كان واقف مكانه ويصرف مع نفسه راح تقدر تحدد مكانه. لكن هنا لو في واحد واقف مو قاعد يطلع صوت زي كذا ما راح تسمع شيء. الذخيره في اللعبه تعتبر نادره ذخيره، طبعا اسلحه نتكلم في كذا نوع من المسدسات، في شوتجن، في حتى قوس واسهم، لكن متى تكون نادره؟ اذا لعبت على الهارد. بخصوص التصويب في اللعبه الى حد كبير جدا راح تذكرك بانشارتد، لكن طبعا هنا تحتاج انك تزود خاصيه معينه بحيث انك تقدر تثبت التصويب في مكان واحد، يعني انت لما تحاول تصوب تحس ان الشخصيه مو ثابته مو قاعد يركز في مكان معين. طبعا الاعداء البشر راح يهاجمونك عادي بمسدسات ويحتمون ياخذون كفر ويطلقون عليك. في نوعين من زومبيز لا حول ولا قوة الا بالله. النوع الاول اللي يقدر يشوفك راح يركض عليك ويضربك عادي، تمام، نقدر نقول مثلا زي اي لعبه مثلا فيها زومبيز او شيء زي كذا. النوع الثاني اللي اسمهم كليكرز، شفت ما قلت زومبيز. النوع الثاني اللي اسمهم كليكرز، هذا النوع يسمعك، طيب، بحيث انه انت بس بمجرد انك تمشي او تصدر اي صوت راح يجي يركض عليك. الان خلينا ننتقل لايجابيات سلبيات اللعبه. اللعبه كاجواء تقدم لك فعلا اجواء ابوكاليبس بشكل حقيقي يعني او اقرب للواقع اكثر من اي شيء اخر او من اي لعبه ثانيه. انت راح تتعلق بالعالم والشخصيات، رسوم جباره، مؤثرات صوتيه جدا جدا رائعه، خصوصا لو تحط سماعات وعندك ساوند سيستم راح تسمع الاصوات. كمان اللعبه تركز بشكل كبير على التوتر، انك تخليك تتوتر، وفعلا هذا الاحساس راح تحسه في اوقات كثيره، خصوصا لما تحاول انك تتجسس او تمر من مكان بدون ما حد يلاحظك لما يكون في كليكرز كثير حولك. الان خلينا نتكلم عن سلبيات اللعبه. اول شيء اخوياك اللي يمشون معك غير جول، يعني سواء الي او اي شخصيه ثانيه غيره، دلوخ حرفيا. يعني في اوقات انت تكون متوزي، طيب، ما تبي احد يشوفكم، يطلعون يتمشون حولك كذا بكل بساطه ما عندهم اي مشكله، لا واللي يقهرك انهم يسولفون، وفي احيانا يطلعون طيب والاعداء يشوفونهم، يعني هم اللي يفضحونك. بس اللي يقهرك احيانا انهم اذا الاعداء ما شافوهم طيب يشوفونك انت بس لما تطلع انت تتحرك. ايوه تقول لي وين حلقاتك فلوس؟ شو تطوير انتاج شوف 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 طب اطلع يا عيال لا 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 قشم قشم حب قشم الفضائيين ممنوعين من الفصص من جد؟ خلنا نحط فضيحه ابي انت من الاشياء
في نقطة ثانية يمكن بعضكم يعتبرون انها عيب، لكن شخصيا سببت لي مشاكل في بعض الاماكن، اللي هي انه تجي مقاطع انت ما تعرف هل المفروض انك تتجسس ولا المفروض انك تهاجم الاعداء الموجودين قدامك. هنا تدخل احيانا مكان ما يقول مثلا يقول اوه في اعداء وخلاص، عرفت؟ انت تحاول انك تتجسس باللي هو انك تمر بدون ما احد يشوفك، ما هي فايده. بالاخير لما تقتل الموجودين كلهم تشوف شخصيات. الحمد لله يا اخي والله كانوا صعبين، مره ما قلت لي يا اخي من البدايه خش طيب قول يلا خلينا نقتلهم كلهم. عموما هذه العيوب تعتبر جدا جدا بسيطه مقارنه بالتجربه والمتعه اللي تعطيك اياها اللعبه. في النهايه اذا بتسالوني هل اللعبه تستاهل انك تلعبها الان؟ نعم. مع لاست اوف اس وقف كل شيء انت قاعد تلعبه والعب لاست اوف اس، هي اللي لازم فعلا تعطيها حقها. يعطيكم الف عافيه على المتابعه، لا تنسون تعطونا لايك وتشتركون في القناه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.